مساء الخير عليكم، مساء السعادة، مساء الياسمين. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار مع ياسمين. زي ما عودناكم في حلقتنا، احنا بنهتم بأكبر نعمة في حياتنا وهي ولادنا. طبعا لأنهم أكبر نعمة في حياتنا وعند كل أب وكل أم. النهاردة طالعين نتكلم عن اضطراب من أخطر الاضطرابات اللي بتصيب الأطفال. الاضطراب دوت هو اضطراب طيف التوحد اللي بيأثر على حياة الطفل بشكل كامل وكبير جدا. كل ده هنعرفه النهاردة، هنعرف يعني ايه توحد، اسبابه، ازاي نعالجه ونتعامل مع طفلنا لو طفل توحدي. كل ده هنعرفه النهاردة مع دكتورة إيمان أباظة، أخصائية التوحد والتربية الخاصة. أهلا بيك يا دكتورة إيمان. أهلا بيكي. عاملة إيه؟ الحمد لله، نورتينا تمام. جدا في البرنامج. نورك، خليك. النهاردة بقى يا دكتور إيمان عايزين نعرف معاكي إيه هو مرض التوحد ده؟ أنا قلت مرض، هو فعلا مرض ولا اضطراب؟ طيب مبدئيا كده عايزين نقول إن التوحد هو اضطراب مش مرض. يعني كتير بنسمع ناس كتير تقول إن مرض التوحد، وده أصلا مصطلح خاطئ جدا. يعني الصح إن هو اضطراب، لأن لو جينا نشوف تعريف المرض، المرض بيكون خلل في وظيفة من وظائف أعضاء الجسم، وبيكون له أسباب محددة وله أعراض محددة. لكن التوحد يعني مثلا المرض، حد بيكون عنده القلب، حد بيكون عنده بتر في الأطراف، ده مرض بيعوق الفرد عن أداء مهام حياته. لكن التوحد هو اضطراب نمائي بيصيب الجهاز العصبي المركزي، بيأثر على الطفل في 3 جوانب: التفاعل الاجتماعي بتاعه مع البيئة المحيطة به، التواصل واللغة سواء كانت لفظية أو غير لفظية، اللي هي لغة الإشارة والإيماءات وتعبيرات الوجه، سلوكيات نمطية غير محددة. فالاضطراب بيكون اختلاف أو خلل جوهري في السلوك، فالسلوك بيعتبر مضطرب إذا حصل فيه اختلاف عن السلوك الطبيعي. تمام. ده الاضطراب. عايزه تفهمينا ان الطفل التوحدي ده ما عندوش مشكله خالص، ما عندوش مشكله مرضيه او عضويه في اي جزء من اجزاء لا لا جسمه. لان هو اصلا لغايه النهارده رغم الابحاث الكتيره دي كلها ما فيش سبب واحد محدد ليه. اما المرض له اسباب محدده وله اعراض محدده، وبالتالي بيتكتب له علاج دوائي. اما الاضطراب، اما التوحد، ده اضطراب، ده خلل بيحصل في الجهاز العصبي المركزي بيأثر على الطفل في العمليات النمائيه بتاعته، تواصله، انتباهه، ادراكه، اللغه بتاعته. بيصاحبها طبعا سلوكيات نمطيه متكرره زي رفرفه الايدين، لف دوران، انماط كتير جدا هنستعرضها مع بعض ان شاء الله. تمام. فده الاختلاف ما بين المرض وما بين الاضطراب. اذا المرض، عشان الام بس تكون الصوره واضحه قدامها، المرض بيكون له اسباب واضحه واعراض، وبيكون خلل في وظيفه من وظائف الجسم او جهاز من اجهزه الجسم، الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي، اي مشكله، ده مرض. لكن طفل التوحد ما عندوش اي خلل او مشكله عضويه، وده الاختلاف. طب احنا عايزين الام ازاي تعرف، انا لو عندي بيبي صغير ازاي اعرف من وهو بيبي لحد مثلا المراحل الاولى من نموه، يعني هو عنده سنه سنتين ثلاثه بالكتير، ازاي اعرف ان ابني ممكن يكون عنده توحد؟ تمام. بص، زي ما احنا قلنا ان هو اضطراب نمائي، معناه ان هو بيحصل يعني في خلال ال3 سنوات الاولى من عمر الطفل. اذا الام ممكن تقدر تعرف ده خلال ال6 شهور الاولى في عمر الطفل، او من عمر 6 شهور تقدر تحدد او تعرف اذا كان ابنها اصلا عنده توحد ولا لا. الطفل اللي هو لسه بيبي، وهو لسه 6 7 شهور، انت لما بتبصي له بيبص في عينيكي، لما بتضحكي له بيضحك، لما بتبسبسي له كده بيبص لك بيبتسم، لانه هو فاهم تعبيرات الوش. لو انت حد في صوت عالي حواليه وحد بيزعق وبيعمل، بتلاقي الطفل بيعيط، معناه كده ان هو فاهم المشاعر وفاهم تعبيرات الوش. طفل التوحد ما يعرفش ده. تمام. طفل التوحد ما بيقدرش المخاطر، تلاقي الطفل بيحبي، ولو وصل عند سلم ما يرضاش ينزل، عارف ان هو هيقع. فطبعا برضو اللي بيحبي او اللي كده او اللي ولسه قاعد، ده برضو بيكون مثلا في عمر 9 شهور، وفي عمر السنه وسنه وشهرين. تمام. ده في المراحل الاولى، احنا بنتكلم قبل التشخيص خالص، يعني التشخيص بيبقى في عمر 3 سنين او سنتين. تمام. المراحل الاولانيه دي، فما بيعرفش الاحتضان، ما بيحبش، بيبقى رافض الاحتضان والقبلات، نظره عينيه ما بتجيش في عين الام. طب ما ممكن تكون الام تقول مثلا ان ابني عنده مشكله في النظر وتروح تكشف عليه نظر. تمام. ما هي لازم بيكون في التدخل المبكر بقى، ان انا ابدا، انا بنده على ابني ما بيردش عليا،
يعني دي برضو من الحاجات المبكرة او الانذارات الاولى اللي يعني بتديلنا اشارة ان في خلل هنا عند الطفل. لو انا ندهت عليه ما بيردش عليا، لو انا بكلمه ما الطفل ما بتلفتش حتى بوشه كده بيبص على الام، ابدأ هنا اعمل بقى فحص سمع، ابدأ هنا اعمل فحص القاع العين، اشوف هل في مشكلة في النظر، هل في مشكلة في السمع، ما لقيتش ابدأ اتكلم مع ابني كتير، ابدأ اعمل له اضواء واصوات وانتباهات واحاول ان انا انبه الطفل. طبعا خلاص يعني لغاية سن السنة ونص ابدا بقى ان انا ابدا ادور على الطفل. تمام. طب هو لو راحت بيه كل الدكاتره ديت وقالوا ان هو تمام ما فيهوش حاجه، الام برضو تعرف منين ان هو طفل توحدي؟ او ممكن هو الدكتور اللي يحولها، يعني دكتور من الدكاتره اللي يحولها؟ الدكتور مش هيعرف غير من خلال الاختبارات التشخيصيه، لان هو التوحد ما بيبقى يعني في طبعا اختلاف، يعني تداخل في الاعراض ما بين الطفل اللي هو المتاخر عقليا والطفل اللي عنده توحد. تمام. الطفل اللي عنده ضعف في الادراك مش مدرك البيئه، مهما تتكلمه مهما تعمله ما يعرفش اصلا بقه من عينه من ايده، هل كل طفل مش مدرك ده هيبقى توحد؟ لا. فطبعا الام بتروح الاول تبدا تتوجه للطبيب او بتروح تعمل فحص سمع، بتعمل فحص لقاع العين، بتشوف الطفل تمام اوكي، بتوديه دكتور المخ والاعصاب، هو طبعا بيطلب منها الاشعاعات المقطعيه او رنين او حسب تخصصه شوف شغله. اذا لقى في مشكله في المخ عند الطفل بيشخصوا ان الولد ده تاخر عقلي او ما طلعش عنده اي حاجه خالص وشاكك ان هنا الطفل ده اوتيزم، بيحوله لاختصاصي التخاطب. دورنا هنا احنا كاخصائيين التخاطب ان احنا نبدا نعمل التشخيصات الاوليه للطفل. تمام. طب من خلالها اعرف اذا كان الطفل عنده اصلا مؤشرات لوجود توحد ولا ما عندوش. طب انا عايزه اعرف برضو لما الام بتعرف تسمع كلمه توحد دي بتتخض، ابني عنده توحد خلاص ده فقد كل مقومات الحياه وما بقاش طبيعي ومش المجتمع هيبقى رافضه وهدخله مدارس بقى دمج وممكن حاجات تانية كمان، فعايزه اعرف هو ممكن في اطفال التوحد الاطفال دي لما بيكون عندهم توحد ده بيأثر على القدرات العقليه عندهم ونسبه الذكاء؟ يعني في منهم ذكيين ولا في منهم عندهم طبعا نسبة إعاقة لا، عقلية؟ وهو اصلا في اعاقه مزدوجه في معظم الاطفال، او نسبه كبيره من اطفال التوحد بيكون عندهم اصابه، يعني عندهم مشكله تانية زي التاخر العقلي زي السندروم داون، ممكن يكون عنده حاجه تانية. فبتلاقي الاي كيو بتاعه بيبقى قليل، التحصيل بتاعه قليل، استجابته نفسها في العلاج بتكون قليله. في طفل ما بيكونش عنده غير اعراض سلوكيه بس بتاعه التوحد زي الرفرفه والاصوات وغير ناطق، فالحاجات دي كلها بتتعالج والحمد لله بيبقى كويس جدا. هو انا شفت ناس عندهم توحد ما شاء الله نسبه الذكاء بتاعتهم فوق الطبيعيه بمراحل. لانه ما عندوش اضطرابات مصاحبه للتوحد. يعني انا شفت حاله توحد في ثانويه عامه من سنتين او ثلاثه ما شاء الله كانت الاولى على الجمهوريه. أيوة. في علم رياضه. أيوة. فانا برضو عايزه اعرف يعني معنى كده ان التوحد ممكن يصاحبه امراض نمائيه زي حاله داون. أيوة. او الاعاقه العقليه او الحاجات دي؟ طبعا، بس الاختبارات برضو اللي بتوضحها علشان نفرق اذا كان فعلا الطفل ده توحد ولا ده فصام الطفوله، فهو منعزل عن الناس ومش اجتماعي، ولا بالفعل الولد ده عنده توحد مصاحب لاضطراب نمائي تاني زي فرط الحركه. يا برضو معظم اطفال التوحد بيكون عندهم فرط حركه، أيوة. نشاط زايد، فتلاقي مصاحب ليه فرط حركه مصاحب ليه اعاقه عقليه. طيب. طبعا المصاحب ليه اعاقه عقليه بيبقى يعني بياخد وقت طبعا ومجهود وما بيبقاش طبيعي تماما 100%، لازم بيسيب طبعا اثر معاه. تمام. طب انتوا لما بيجي لكم الطفل المركز او بيجي لحضرتك لاول مره، يا دكتور انت بتعرفي ازاي ان الطفل ده توحدي؟ يعني انت بتشوفي بعض الاعراض وبعد كده بتروحي تطبقي بقى عليه الاختبارات؟ باخد طبعا البيانات الاولانيه من الام. اول حاجه انت بتقابل الام بتعرفي المشكله بتاعت الشكوى بتاعت ابنها ايه، هي جايه ليه، الطفل عنده بتشتكي من ايه عنده، يعني ايه الحاجات اللي هي بتشتكي منها او ملاحظاها على الطفل وسببها هي جت، بتبداي تساليها الاسئله او يعني يبقى في اسئله كده لاستماره او تقييم الاولي. باخد كل البيانات من الام اللي بتدي لي مؤشر هل افعى، بقعد اسال الام بقى هل هو الولد بيرفرف بايديه، بيلف بشكل دايره، تواصله عينه بتيجي في عينيك، التفاعل الاجتماعي بتاعه ازاي، بعرف كل الحاجات ديت من الام. يعني الاعراض بتاعه التوحد انا بسال معظمها للام، وبعد كده باخد الطفل في غرفه، عندي غرفه حسيه وعندي غرفه دارك روم، باخد الطفل من في الاوضه ببدا اعمل له اختبار او تقييم مبدئي للتواصل بتاعه، سواء التواصل البصري التواصل السمعي والانتباه بتاعه، بشوف اللغه بتاعته، بشوف جهاز النطق عنده اصلا في مشكله ولا ما عندوش. من خلالها بعرف الطفل بقى عنده ايه، فبالتالي بطلب من الام ان احنا هنعمل اختبارات، لان برضو الاختبارات هي اللي بتاكد التشخيص. الطفل عمر سنتين
بنعمل اختبار قرص للتوحد، ده من عمر تمام. سنتين فيما فوق. لو الطفل 3 سنين بعمل اختبار جيليام، وده اختبار تشخيصي تمام بيوضح اذا كان الولد فعلا عنده توحد وايه نقاط الضعف والقوة اللي موجودة عنده. تمام في سؤال بقى مهم، لو كل ام دلوقتي، عشان في امهات مثلا بتشوفنا دلوقتي ولادها ماسكين التليفون كتير ومش بيتكلموا ومندمجين بقى في التليفون، والتليفون واخد عقلهم شويه، تقول لك انا ابني توحدي ده قاعد ساكت ما كتير بيتكلمش. كل بصي عايزاكي النهارده تقولي لي بعض الاعراض الثابته في اطفال التوحد، عشان لو في ام ابنها عنده بعض من الاعراض دي تبدا تدور عليه. في امهات بيبقى اولادها عندهم كده بتسقط عليهم وتوديهم بعد فترة طويلة، يعني ما بتجريش او ما بتدورش من بدري، فاهماني؟ ما هي دي المشكله، ان هما بيبداوا متاخر، ايوه. فطبعا نسبه الشفاء بتكون قليله لان الولد خلاص كبر. عايزين بقى تقولي لهم الاعراض اللي المفروض الام تلاحظها كلها تمام. بالترتيب كده، واعراض تكون ظاهرة للام بصي بعينيها. احنا اي اعراض، يعني الاعراض اللي هتبقى موجوده عند الطفل طبعا هتكون موجوده في مختلف حياته. يعني احنا عندنا مثلا الجانب الحركي، الجانب السلوكي، الجانب اللغوي، الجانب الاجتماعي، كل الحاجات دي الجوانب اللي موجودة في شخصيتنا، في تركيبتنا، في تكويننا. الطفل لو عندي بيبقى عندي خصائص او اعراض سلوكية، اول حاجة ابص على سلوك الطفل. الطفل بيعمل رفرفة بايديه، بيمشي بيلف بشكل دايرة، بيمشي على طراطيف صوابعه، تمام. مفيش نظرة انتباه، العين بتاعته ما بتجيش في عين اللي بيكلمه، مش شرط تكون الام. يعني تمام. احيانا الام تقول لي لا ده بيبص لي وبيكلمني تمام، طب الناس المحيطه بقى تقول لك لا، يعني احيانا واحيانا اقولها لا خليكي دقيقه شويه في تشخيصك، هل الولد بصفه عامه او مع الناس غير بيبص عينه في عين اللي قدامه؟ لا. طب لو هو يعني عنده السلوكيات النمطيه دي كلها، سواء اذا كان رفرفه، ماشي على طراطيف الصوابع، تمام. الولد عينه ما بتجيش في عين اللي قدامه، الولد منعزل اجتماعيا ما بيلعبش في وسط الاطفال ودايما تحسه قاعد لوحده مش بيحب يندمج وبيلعب في وسط الاطفال، ايوه دي فاهم. كمان من الخصائص اللي هي الاجتماعيه. تمام. الخصائص النمائيه هتلاقي الطفل الولد ما بيحبش الاحتضان والبوس والحاجات دي كلها، بيبعد، تيجي تحضنيه تلاقيه بيزق، مش فعلا. بيحب الكلام ده كله، بيبقى عنده مشكلات حسيه، تلاقيه بيحبش الاصوات العاليه، تلاقيه دايما حاطط ايده على ودنه ومش عايز الاصوات العاليه، او لو انت موطيه صوت عايز يعلي الصوت. كل دي اضطرابات حسيه بتكون موجوده مع الطفل. اللغه طبعا والتواصل بتاعه، التواصل البصري بتاع الطفل، هل هو بيبص على الحاجات وبينتبه ولا ما بينتبهش؟ ده لكل شيء غير اللي احنا قلناه قبل كده اللي هو بيبص في عين اللي بيكلمه. لا ده هنا التواصل البصري بقى، انا بعمل بلعب بلعبه بيبص عليها ولا مش بيبص، بياكل بيبص على الحاجه ولا عينه في اي حته وهو مش معاكي خالص. تمام. التواصل السمعي، لو هو سمع جرس الباب بينتبه على مصدر الصوت ولا هو اصم مش معاكي، الموبايل رن ما يبصش عليه لان الصوت ما بيشدوش. فالام من هنا تبدا تقلق، الولد ما بينتبهش الاصوات، الولد ما بينتبهش الاضواء، الولد ما بينتبهش الاشخاص اصلا ولا بيتفاعل معاهم، لما بيجي لنا ضيوف بتلاقيه بيصرخ وعايز يعمل اي حاجه وعايز يدخل جوه الاوضه مش عايز يقعد مع الناس. الحاجات دي كلها مؤشرات طبعا خطر، بتقول للام ان هنا لا، الحاجات دي كلها مش طبيعيه، دي كلها اضطرابات ودي كل دي مشاكل انا موجودة عند الطفل. كنت برضو في مول وشفت طفل بيعمل كده، ما كنتش فاهمه ان هو توحدي، بس كانت الام بتعاني جدا اللي مش عارفه تعمله، بيصرخ وبيجري، وايده على ودنه ولا مش ويزعق رافض، رافض ورافض التفاعل الاجتماعي بتاع ايوه. الناس ورافض الاصوات العاليه ورافض الاضواء العاليه. طب في اطفال بصي تفتحي النور ايدها على الكوبس، كل ما اي تفتحي النور تطفيه، هي عايزه تطفيه، ولو النور مطفي العكس بقى، يعني هي ايوه حسب المثير الحسي اللي موجود عندها، تروح تقعد تفتح في النور، كل ما تقفليه هي تفتحه، هي عايزه أيوة. الاضواء، وكذلك في الاصوات وهكذا. وانا اعرف برضو اسر كتير حصل فيها انفصال بسبب ان الطفل فيها طفل توحدي او طفل فرط حركه، الاتنين دولت يعني حاساهم بيأثروا على الاسره بشكل كبير جدا. في ناس ثقافتها بتكون قليله، ما بيبقوش فاهمين، الاب بيرمي الحمل كله على الام، بيقولها فعلا انت السبب، انت اللي مش بتكلميه، انت اللي مش بتعمليه. يا جماعه لا، المشكله مش مشكله كلام، مش مشكله التوحد بالذات، تاخر اللغه اقول لك اوكي، تمام. بيرجع لحرمان بيئي، والاسباب ان الام ما بتلغيش كتير، الام سايبه قدام التلفزيون، هنا اقول للام انت مهمله، لكن التوحد لا، ما اقدرش اقول للام انت مهمله، ده هي تمام اكتر حد بيعاني، لان ده اضطراب حاصل في يعني خلل وظيفي في الجهاز العصبي المركزي في المخ نفسه، تمام وملهوش سبب محدد عشان نرمي الحمل على الام، فلا الام ملهاش علاقه خالص. تمام يا دكتور. معانا اتصال تليفوني هناخده ونكمل كلامنا. معانا اتصال تليفوني. مروة. السلام عليكم. وعليكم السلام وعليكم ورحمة الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته.
الأخت إيمان أباظة زميلتنا وحبيبتنا، ولها حابين نشكرها بس. اتفضلي اتفضلي يا ربنا مروة. يخليكي. ازيك يا دكتورة إيمان؟ الحمد لله بخير. أستاذة عاملة مروة، إيه؟ مروة أه إن الزعتري شاء الله، حبيبة أه إن قلبي، شاء عاملة الله. ايه؟ الحمد لله ربنا تمام يبارك والله. أخبار فيكي حضرتك ويحفظك. إيه؟ الحمد لله، ربنا يخليكي ويحفظك يا رب. الله يخليك. إحنا حابين نشكرها تسلميلي يا بس رب. على ال على تسلمي. الشاشة، على شغلها الجميل في مركز شبين كله والله بصراحة، والقرى المحاطة بيه كلها إن شاء حبيبتي الله. تسلميلي، ربنا يخليكي يا رب. تسلمي، ربنا لا والله يخليكي ده مش ويحفظك كلام، حبيبتي. يعني أنا مش تمام، بجاملها ولا حاجة، دي حقيقة. ربنا يخليكي ويحفظك يا رب. تسلميلي يا رب. ربنا يبارك فيكي رب شكرا ونجاحكم جدا إن شاء جدا، الله. ربنا يخليك. بصي شكرا ما يا تحرمش أستاذة منك مروة على على مكالمتك الحلوة تواصلك دي. معانا، شكرا. عايزين نعرف بقى، هو التوحد بعد ده كله هو له علاج؟ يعني هو له علاج عند الدكتور مثلا، له علاج دوائي ولا هو جلسات بس عندكم؟ مفيش علاج دوائي للتوحد، يعني كل الابحاث والنظريات اللي اتعملت بتقول ان مفيش. حتى لو انت جيت تشوفي، حتى معظم الامهات دلوقتي اللي بتشوفنا، لو هل يعني كل ام في طبيب، سواء في القاهره بقى في اسكندريه، انتم من اي مكان، حد بيشوف، مفيش حد بيكتب علاج دوائي، مفيش علاج دوائي محدد للتوحد، تمام. كلها بتبقى مكملات غذائيه، ادويه بتنشط مراكز الانتباه في المخ، لكن الموضوع كله بيكون على الام وعلى التاهيل. تمام. ايه التأهيل اللي انتوا بتعملوه بقى؟ انتوا بتعتمدوا في علاج التوحد، او يعني الطفل بيفضل زي ما هو بعد كده لما بتعملوا له تأهيل اللي يشوفه يقول ده توحدي؟ لا، في حالات طبعا بتبقى كويسة جدا وبتتحسن، وفي حالات طبعا بيفضل ليها آثار، يعني بتلاقي الطفل بقى انطوائي، مازال انطوائي، خجول، حاجات، أمور تمام. كلها بتبقى عادية. طب عايزين نعرف يا دكتور إيمان، ايه اكتر حاجة بتعتمدوا عليها في التأهيل؟ ايه اكتر حاجة؟ الدارك روم، الغرف، غرفة المظلمة، الغرفة الحسية، والتأهيل الحركي. اه بص، هو الطفل بياخد حاجات كتير، يعني التوحد من طب الحالات اللي معانا عايزة شغل الصور، كتير قوي. اه معانا الصور اللي بتاعت التكامل الحسي للغرفة، ممكن نشوف الصور؟ تمام. الغرف معانا، ممكن تشرح لنا بقى عليها الغرفة فيها ايه؟ بيكون فيها ايه الغرفة؟ بيبقى فيها لمبات البلاك لايت، تمام دي بتبقى الأوضة كلها دارك، متجلدة كلها أسود، تمام بيبقى فيها اللمبات ديت، اللمبات دي بتخلي كل حاجة تنور، تمام يعني أي حاجة في الأوضة تنور، فتبقى مثير بصري، بيلفت انتباه الطفل ليها. تمام البروجيكتور موجود فيها كرة الديسكو، في حاجة زي البورد لايت دي، المضيئة دي، تمام طب يعني هي فيها الغرف دي، حاجات كتير. لا، في حاجات كتير طبعا، فيها حاجات للمسترات دي شكل سمعية الغرف اللي وبصرية. انتوا بتشتغلوا بيها صح؟ اه، دي شكل الغرفة. تمام. هي دي اكتر حاجة بتفيد في تأهيل اطفال التوحد اه صح؟ جدا جدا. بتخلي هي عندهم، بصي، هي اللمبة اهي، اللمبة دي اللي سرجة، دي ستارة ضوئية، تمام دي حبال، زي حبال نور كده، دي تمام بتبقى نازلة، الطفل بيدخل جواها، بتبقى مثير بصري كويس جدا وانتباه بصري للطفل. اللمبة التانية دي لمبة بلاك لايت، دي بتخلي الحاجة تشف، الأوضة بتبقى ضلمة دارك خالص زي ما انت شايفاها، شكلها حلو بس بصراحة. بتخلي الحاجة. على فكرة الأقدام دي مش منور، مش بتنور، يعني ده فوم عادي، ده يعني الأمهات، على فكرة يا جماعة، ده فوم عادي خالص. يعني ده مش نور لا أصلا. لا، مش نور، ده فوم عادي. لو اللمبة اتطفت هتلاقيها قماش الجوخ، عارفة ان قماش الجوخ بيتقص على شكل أقدام وبيتحط، ونخلي الطفل يدوس عليه، بس اللمبة اللي بتخليه ينور، فعلا. فده مثير حلو جدا، تخلي الطفل يعدي عليه عشان الانتباه البصري والتواصل بتاعه. خلاص يا دكتور تمام كده. عايزين بقى حضرتك، بصي، عايزة اوري الأم برضو حاجة زي دي كده. طب ناخد اتصال تليفوني وبعد كده نوري خلاص، الأم. تمام. معانا اتصال تليفوني. استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. ممكن اتكلم بس مع الدكتورة إيمان؟ معاك دكتورة إيمان، اتفضل اتفضل. ازي حضرتك يا دكتورة؟ الحمد لله تمام. مع حضرتك الشيخ محمد عزت من الشرقية. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ ربنا يعزك، الله يصلح حالك. انا والله حابب ان انا يعني اشكر حضرتك على الجهد اللي بتعمليه طبعا مع الاطفال، ربنا يخليك. وفضل الله سبحانه وتعالى، يعني اربط تجربه مع ابن عز طبعا مع حضرتك بالتدعيه، والحمد لله، يعني نحمد الحمد الله لله، سبحانه وتعالى ان حضرتك بتجيبي، يعني ربنا يخليك. مجرد سبب حضرتك، سبب ان ربنا سبحانه وتعالى طبعا يجعل دايما على ايدك الشيف، اللهم امين. اللهم امين، شكرا جدا. وان شاء الرحمن باذن الله ترجعي بالف سلامه، الله وربنا يسلم يا رب حضرتك، يعني شكرا. يجعلك دايما سبب للشفاء يا رب، اللهم امين. اللهم امين، شكرا، ما تحرمش منك شكرا جدا ولا من شكرا يا استاذ كلمتك. محمد. شكرا. عايزينك تورينا بشكل سريع عشان وقت الحلقه، الام تتعامل ازاي في البيت
لو عندها طفل توحدي؟ بصي، اول حاجه الام، انا عايزه كل ام تبدا تبص على ابنها من عمر السنه، ما تقولش ده لسه صغير، ده لسه مش فاهم الكلام ده كله، لا يا جماعه والله هتندموا عليه بعد كده. خلي الام دايما تبص على التواصل بتاع ابنها، تواصله البصري، تشوف التواصل السمعي بتاعه، الكلام بتاع الطفل بيتكلم ولا لا، هل العمر اللغوي بتاع الطفل مناسب للعمر الزمني بتاعه ولا مش مناسب. هنا لازم الام تبدا تتحرك سنه وشهرين، خلاص لا انا لازم ابص، تعمل فحوصات، لو الطفل تمام يبقى هي اطمنت، في مشكله تبقى هي لحقتها من بدري. طيب الحاجات البسيطه، عايزين نقول حاجات سريعه بسيطه جدا كده للام، تقدري تعملي ايه في البيت؟ ابعدي اول حاجه التلفزيون والشاشات، سواء لابتوب موبايل اي شاشات عموما، عن الطفل. التغذيه تكون صحيه جدا، ابعدي عن المواد الحافظه والالوان الصناعيه والكلام ده كله. البيبسيات، لو الطفل مهايبر معاكي، يعني لو هو اوتيزم هايبر، هنقلل السكريات مع الطفل، لان السكريات بتعلي الطاقه، بتخلي الطفل يهايبر اكتر من كده. الشوكولاتات كمان بتعلي الحركه عند الولد. ابدأي اتكلمي مع الطفل كتير، اعملي له ابسط الامور في البيت، يعني في يعني طب ممكن ممكن تطفي تورينا الانوار. الحاجات اللي انت جايباها دي يا دكتوره هعملهالك. ايمان؟ هي ممكن بس الام تطفي كل النور، وتجيب ليزر، الليزر ده متوفر في اي مكان، هاتي الليزر وحركيه، هو هيعمل اضاءه زي دي كده، هو بس ضغط ايوه، يعني الكاميرات هي تجيب ليزر وتحطه على، تحركه على الحيطه، تحركه على الحيطه. هو ده انا عشان مش يعمل عارفه ايه؟ هي الاضاءه اصلا هنا باينه ولا لا، هي يعني باينه. باينه. هتمسك ليزر كده وهتبدا تحركه، وتخلي الطفل يتتبع مصدر الضوء، عينيه تفضل، وهي ولو ما بينتبهش هي تلف وشه، يعني هي تبقى واقفه وراه والطفل قدامها، وتمسك وشه تلفه وتعمل الليزر، والطفل يبدا ايوه، يتتبع مصدر لان الطفل الضوء. بيكون رافض اصلا ان هو يكون يمشي ورا رافض. الضوء. ممكن حبل النور، احنا كلنا ممكن نلاقي حبل النور ده، تعمله خط شريط على الارض، تمام والدنيا دارك خالص، طفي النور خالص، الاوضه ضلمه خالص، تمام وتمسك ايد الطفل وتمشي، وهو يمشي جنبها ويمشي تمام على خط النور، عشان برضو التواصل البصري بتاع الطفل، وفي نفس الوقت هو نشاط حركي، فلو الطفل توحد خامل هيبدا يتحرك معاها. في تمام حاجه زي كده برضو، دي اباجوره او لمبه احنا برضو بنستخدمها في الشغل بتاعنا، دي بتعمل اضاءه لونها ابيض، الام هي لو بس الدنيا ضلمه هتبان قوي، طيب يعني هي بصي الشكل عامله ازاي، تمام مش كويس. عارفه هي كل ده واضحه عشان ولا لا، هتبقى يعمل ده بتعمل الوان، التواصل البصري. بتعمل الوان الطفل، وبتعمل الوان كتير، هتبدا تحرك وتخلي الطفل يبدا يتحرك عينيه معاها. تمام لو هي عملتها باللون الابيض، هتبصي هتلاقيها ممكن، بتعمل خلاص شكل تمام لدايره، وتخلي الطفل يتتبع بقى ويحط ايده على الاطار تمام بتاعها. في شكرا اخر يا دكتورة حاجه، عشان الوقت معانا. تمام احنا كده خدنا تقريبا كمية كويسة ومعلومات كتيرة جدا الأم تقدر تنفذها في البيت. تمام وأي حد عايز يسأل الدكتور في أي معلومات أو أي أنشطة، لو ابنك عنده طفل توحدي، ممكن تتابعوها على الصفحة بتاعتها والبيج بتاعها وأرقام التلفزيون وهتتواصلوا معاها. وشكرا جدا، ويا رب تكونوا استفدتوا من حلقتنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.